التقليدية اليوم، خاصة أنه يعني مفروض هناك سيدة جمان غنيمات هي كانت يوم من الأيام الصحفية وتعلم جيدا معاناة الإعلاميين في الوصول إلى المعلومات، في الاستفسارات، أهمية الخبر لديهم. برأيك لماذا هذا التعاطي ما زال كلاسيكي حتى في الحكومة الحالية؟ احنا خلينا نكون واقعيين شوي في قضايا، وانا هون مش مدافع عن الحكومة، لانه بالنهاية انا بحكي كإعلامي، والإعلامي بالعادة نهم في الحصول على المعلومة، والإعلامي عمله يقوم على اساس السبق الصحفي، وهذا يختلف كليا. يعني وزيرة الإعلام جمان غنيمات بالتأكيد كرئيس التحرير معطياتها تختلف كليا كناطق إعلامي. الصحفي هو يبحث عن السبق الصحفي، لكن كحكومة وكدولة في عندها اعتبارات بالتأكيد، اعتبارات أمنية، اعتبارات سياسية، اعتبارات لها أبعاد اقتصادية، أبعاد مجتمعية. وإن ضربنا مثل على ذلك أحداث 11 سبتمبر في أمريكا، للآن ما تزال الولايات المتحدة الأمريكية تكشف وثائق وتكشف خفايا. في أبعاد أكيد الحكومة بتكون هي عندها تصور لا 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 لخطورتها او لابعادها اللي حكيناها، الامنيه السياسيه الاقتصاديه المجتمعيه، تختلف النظره كليا على كوني انا كصحفي، كوني كصحفي. الان الجميع يبحث عن الكمال، لكن في حقيقه الامر الكمال هو غير موجود في معظم دول العالم. نتمنى ان نصل لمرحله انه الحكومه تتعامل مع الاعلام بصورة أفضل فيما يتعلق بحق الحصول على المعلومة، لأن أنا بأكد أنه معلومات يجب أن تنتزع من الصحفي، أن ينزعها الصحفي نزعا وليس أن تأتيه، لأن الحكومة لن تتبرع لك بمعلومة، لن يعني مستحيل تكون كريمة عليك إلى حد الطائي، أنت بدك تبحث عن المعلومة. بدنا نأكد على أنه هذا الإطار وهي التركيب العامة لهيكلية الحكومة وإعلامها، سواء كان الناطق باسمها صاحب خلفية صحفية وإعلامية وكان ممن يسعى إلى الحصول على السبق الصحفي أو المعلومة، أو إن كان هو من تركيبة الحكومة، هذا الإطار العام تبع الحكومة. ما نتمناه أن ننسلخ من هذه البوتقة اللي أكيد بتأثر على 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 أفق حصول المواطن على المعلومة وعلى على على كامل التفاصيل في أي قضية. برأيك هل الحكومة اليوم هي ترسم علاقتها